ليفربول يدرس بيع محمد صلاح ويحدد سعره، ونادي غير متوقع الأقرب لضمه. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس خلينا نقول حاجه قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة قوية بشأن مستقبل نجم فريق ليفربول محمد صلاح وإمكانيات رحيله عن النادي في ظل غموض وسرية تامة. ومن المعروف أن العقد الحالي للاعب صاحب 30 عاما مع ليفربول سينتهي في صيف 23، وفشلت إدارة ليفربول في التوصل إلى أي اتفاق مع محمد صلاح بشأن تجديد عقده، رغم المفاوضات التي استمرت طيلة الأشهر الماضية بسبب الاختلاف بين الطرفين حول الراتب. ويرغب محمد صلاح في الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 400,000 جنيه استرليني، وهو ما رفضه ليفربول بسبب سقف الرواتب. وحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن ليفربول يدرس السماح لمحمد صلاح بمتابعة ساديو ماني ومغادرة الإنفلد هذا الصيف. وكان ماني قد رحل إلى صفوف بايرن ميونخ بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي مقابل 35 مليون جنيه استرليني. ماني كان لديه وضع مشابه لمحمد صلاح، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقده مع ليفربول في العام المقبل، ورغب في زيادة راتبه بشكل يتجاوز سياسة الإدارة. وأشارت الصحيفة إلى أن نفس السيناريو بدأ في التطور مع محمد صلاح الذي يمكنه الرحيل مجانا الصيف المقبل عند نهاية عقده. وأفادت أن ليفربول يود الإبقاء على خدمات محمد صلاح، ولكن الإدارة لا تنوي تحطيم هيكل الرواتب من أجل تنفيذ تلك الخطوة. ومن ثم يدرس ليفربول السماح برحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي حال الحصول على عرض يقترب من 60 مليون جنيه استرليني في خطوة ستكون مفاجئة. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.